عشان احطك دلوقتي انت قاعد مع واحد صاحبك بيقول لك اعمل ايه يا عم الدكتور؟ طيب نفس النصيحه اللي بنديها للناس المستثمر الجديد اللي داخل البورصه بنديها لاي مستثمر عايز يدخل في مجال جديد. انا مش مستثمر، انا عايز ربنا يكملها عليا بالست من الفلوس دي. انت مدخر جنيه، انت مستثمر هذا الجنيه. طيب تمام، هتستثمره ازاي؟ لما واحد يقول لي انا عايز ادخل في الايكوتي، عايز ادخل اشتري اسهم في بورصه، بقول له ايه؟ ما بقولوش ادخل اعمل محفظتك واشتري الاسهم مباشره، بقول له روح على صندوق استثمار. ليه؟ حد هو اللي بيدورها، هو اللي بيدورها وهو المحترف وهو اللي هيطلع عائد، فانت هتبقى نصيبك هو النت اسيت فاليو او صافي قيمه الوثيقه في الصندوق. نفس الكلام ممكن يمشي على الذهب وعلى العقار على فكره. يعني هناك صناديق الان للذهب، هذه الصناديق احدها مثلا حقق 32% في 6 شهور اللي فاتوا، هو لسه معمول له ترخيص من الهيئه. طيب هل ده افضل؟ من وجهه نظري انا بقول ان هو افضل من الفيزيكال، يعني من المادي. بدل ما تروح تشتري يعني انا ليا تحفظ، انا عارف ان عنده تحفظ بس هنسمع اكيد هيبقى ليك تحفظ طبعا. هو انا ما كانش ليك تحفظ، مش طبيعي تحفظ. الفكره ان الصناديق دي بتبقى الاندرلاين بتاع او معظم محتواها ذهب وجزء تاني غير الذهب، وطبعا بيبقى في ناس محترفه هي اللي بتدير هذا الصندوق وبتدي لك العائد بتاعك، وفي ريدمشن او في قدره على ان انت تعيد الوثيقه في اي وقت، وفي قدره تانية ان انت مش محتاج تجيب لمسه، مش محتاج تدفع رقم كبير عشان تشتري لانك بتشتري وثيقه لواحده، يعني يعني تقدر متجزئه، يعني متورقه بمعنى صح، يعني الذهب هنا اتورق. نفس الحكايه لو في صناديق عقاريه. ليه؟ طالما هدفي الاستثمار، لا انا هدفي ان انا اجيب الذهب عشان اكتنز، لا انا هدفي ان انا القرشين اللي معايا دول على اخر السنه الجايه انا هدفي لسه في بس كده. فطبعا طالما ان هذه الصناديق هتوفر لي نوع من انواع الضمانه فده برضو بتقلل المخاطر بتاعتي. طيب هل واحد تاني بقى راح اشترى ذهب او اشترى عقار بس هو محترف او حظه كويس او غيره مش هيكسب اكتر مني؟ هيكسب اكتر مني. اي ريسك زياده يعني اي مخاطره زياده قدامها عائد زياده، لكن انا بتكلم على الافرج كونسيومر، الافرج انفستور او المستثمر المتوسط. هنا انت في جانب يعني افضل شويه. انا في كل الاحوال لا افضل الاكتناز، يعني انا كاقتصادي ما احبش الاكتناز، لكن انت دلوقتي بتتكلم على تفضيلات الناس. انزل اشتري ده، طيب الذهب ده هتخزنه فين؟ العقار هتعرف تسيله امتى؟ لا ما هو انا بقول لك بقى، انا بفكر انا اشتريت انا شاري عقار مش عارف اسيله. في ناس هي دي بقى دي نقطه. انا شاري عقار مش عارف اسيله بعد ما يكمل الدكتور مدحت. انا عايز اسيل العقار دلوقتي ومزنوق عشان ادفع التويشن مثلا بتاع ابني ولا غيره. واحد قال لي الكلام ده، عايز ادفع مصاريف جامعه لابني وعايز ابيع، مش هقف ادلل عليه، ولو حاولت ادلل عليه في سوق في السوق هخسر كتير، هخسر جامد. طيب معايا ذهب وما عنديش خزنه في البيت او عندي وخايف اشيله، هعمل ايه؟ يعني خلينا نتكلم عن المخاطر. البنك يا عم وامشي في الامان واخد الفلوس حتى لو خسرت فيها التضخم. فعندي البنك، عندي صناديق استثمار مختلفه، حتى اللي رايح يشتري دولار، في ناس يقول لك هشتري دولار، طبعا دي كارثه بالنسبه لنا كاقتصاد قومي، لكن بدل ما تشتري دولار طب ما في صناديق برضه بتشتغل في الدولار وبتحقق عائد كويس اعلى كمان من الشهادات اللي في البنك، قد تكون اكتر مخاطره من البنك عشان بس نبقى واضحين، لكن قصاد المخاطره الزياده شويه دي بتديك عائد اكبر كتير. دي كلها بدائل. في البنك برضه الناس ما تعرفهاش او لازم البنك ما بيقولناش عليها. لا عشان اصل الصناديق دي او لان هو بيستصغر، معلش هو كمان ايه، المؤسسات دي بتستصغرنا. يعني تقول لك ده يا عم راجل معاها 30 40 الف جنيه، ده راجل معاها 100 الف جنيه، مش هم دول اللي يهموه؟ لا بقى ليهم، وبقى ليهم منصات دلوقتي عشان كمان ما تضطرش تنزل تروح لهم. يعني بقى في منصات الكترونيه انك تروح تشتري الشهاده وانت قاعد مكانك. فدي بقت احسن، يعني انا شايف ان دي من البدائل اللي ممكن نفكر فيها، يعني نزود عليها التوعيه على الاقل عشان الناس تعرفها ان في صناديق وان في بورصه برضو. خلي بالك البورصه صحيح ما هي مش في احسن اوقاتها دلوقتي لانها في اعلى مستوى واعلى مستوى عشان عارفين ليه، لان الجنيه في ادنى مستوى. اللي عايز اقوله في الذهب كمان، الذهب مرشح انه يطلع عشان الدولار بينزل، الدولار هينزل، يعني في 2024 هي سنه الدولار الاضعف نسبيا، لان مصريا ولا دوليا؟ لا دوليا، لان التجديد هينزل. طب اللي بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك انا مالي معاك، بس هو الدولار بيتسعر في الجودز ماركت. انا بتكلم على كوموديتي ماركت، بينعكس على الذهب. يعني ده انخفاض الدولار عالميا هيزود اسهم، فيزيد عالميا ويزيد داخليا. هي باختصار ايه؟ هي ليه بتزيد؟ عشان بس هي المعادله بسيطه، هو الدولار في الاسواق العالميه مقوم بالذهب. طيب انا كان عندي 100 دولار بتجيب الوزن ده من الذهب، دلوقتي الدولار بقى قيمته اقل، فمحتاج 120 دولار عشان اشتري نفس الوزن، فبقى اغلى. سيمبلي يعني الموضوع بسيط جدا ومباشر. طيب اعلى وعاء حقق ايراد السنه اللي فاتت كلها كان ايه؟ بيتكوين.
كريبتو كرنسي. يا عم كلمني في ال ما انا بقول لحضرتك انا بقول لك في العالم في العالم بره اكتر خسائر اتحققت فين؟ كانت في النفط. يعني لو حد شاري عقود نفط هيخسر كده. الذهب حقق مكاسب. انا مش شاري مش هشتري عقود نفط ولا هشتري بيتكوين. لا الذهب كسب الايكوتي ماركت كسب يعني 30 40000 100000 200000 عايز احافظ عليه. الاسهم بتكسب في العالم وورلد وايد. الذهب بيكسب الذهب على طول بس كل الناس تقعد تتكلم.